من الطبيعي نبكي بلحظات الحزن، بس الغريب إنه كمان ممكن تنزل دموعنا بأوقات الفرح. هذا الشيء اللي أثار فضول الخبراء ليعرفوا الأسباب يلي بتخلي الإنسان يعمل الشيء ونقيده بالوقت نفسه. فبتقول الدراسات إنه دموع الفرح هي آلية لا شعورية بيلجأ إلى الجسم بحالات الفرح أو السعادة المفرطة لحتى تعيد التوازن للحالة النفسية والشعورية للإنسان، فبتحفز رد الفعل المضاد للسعادة ويلي هو ذرف الدموع. طبعاً الجسم بهي الحالة ما عم بيحاول يكئبك، فكتير في فوائد ناتجة عن ذرف الدموع بحالات الفرح. منها البكاء عند الفرح بيجعل الشخص أكثر سعادة، وبيعتبروا الخبراء مثل التدليك اللطيف يلي بخفف الإرهاق، فبيجعل المخ يفرز هرمون الإندروفين المسؤول عن السعادة والرفاهية وتحسين المزاج. كمان بتساعد دموع الفرح على تنظيم المشاعر القوية والتحكم فيها قدر الإمكان. فالأشخاص اللي قادرين على تفريغ ضغوطاتهم بالدموع بيعانوا من تقلبات مزاجية أقل مقارنة مع الأشخاص اللي ما بيبكوا لا بالحزن ولا بالفرح، بالإضافة لأنه الدموع مظهر جسدي لحالتنا العاطفية وبتساعدنا على توصيل مشاعرنا للآخرين، وممكن تكون وسيلة للتخلص من التوتر، لأنه دموع الفرح بتحتوي على هرمونات مضادة للتوتر، مسكنات الألم الطبيعية أكثر من أنواع الأخرى من الدموع. وظهرت نظريات كثيرة حول دموع الفرح، ومن أبرزها تعزيز التواصل مع الآخرين. فبرأي بعض المختصين إنه البكاء هو وسيلة لتعزيز العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. ونظرية تانية بتقول إنه البكاء بنظم توازن الجسم، فاحتواء الدموع على أنزيمات ودهون وإلكتروليتات ومستقبلات بيأثر إيجاباً على الصحة الجسدية.